للمرة الأولى بلبنان رح تشهد طرقات بيروت سباق فريد من نوعه، لكل محبي السيارات الخارقة أو سوبر كارز رح يتابعوا السباق من تنظيم جمعية بيروت جراند بري يومي السبت والأحد القادمين. بلشت فيها هذه الفكرة من شي سنة، شفت على سي ان ان عم بحطوا لنا انهار زباله وهيك، هذا الشيء اللي ضايقتني، قلت بدي اعمل شيء لبلدي وجيب التلفزيونات من برا، وانا جايب هلا كانال بلس ورويترز وطبعا ال بي سي، وظفنا بس لبنانيه، ما حبيت انا اجيب حدا من برا مشهور، وهذا بقدر اعمله بسهوله، بس انا عندي فكره، انا المودلز جبتهم لبنانيه، الموظفين لبنانيه، كل شيء عندي لازم يكون لبناني محط 100%. هالمبادرة يكون فيها حسين فواز لدعم لبنان انطلاقا من حبه لبلده، فالتكاليف تفوق 3 مليون دولار، أي أكثر بأضعاف من أسعار البطاقات، والهدف تسويق لبنان ووضعه على خارطة السياحة الرياضية من جديد. عنا دريفتينج، عنا دراج ريس ضد السيارات على 700 متر لنعرف مين أسرع سيارة، وكمان في عنا مثل 100 ذا بارتيسيبنتس، يعني في عنا الام سي بدها تيجي على الجمهور، عنا فوق 6000 شخص قاعد كله مدرجات قاعدين، ما في عنا حدا واقف، بدهم يعملوا لهم مثل جيمز، واللي بده يربح الجيمز بده يطلع بالسياره بفيراري بلامبورجيني. بالنسبه للسيفتي نحن حنسكر كل المنطقه نعزلها، وكمان حتى للبيدستريان ما حدا يمشوا، عنا فوق ال 50 مارشل، عنا الكونكتد، كل سيارة فيها خط مفتوح مع الكنترول روم عم بتخبروا شو عم بيصير قدامه. 36 سيارة خارقة يتراوح كل وحدة سعرها بين $1.5 مليون، ورح يتمكن المشاهدين من رؤية بعضها للمرة الأولى على طرقاتنا. بقول للناس هيجوا يحضروا، هيدا شيء بتاريخ لبنان ما صار، هيجوا يشوفوا شيء رائع، شيء خيالي، هينبسطوا كتير، شيء رائع هيكون، وإن شاء الله كل الناس هتحبه كتير.